رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الظلم إدمارها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يسعدني مساك أستاذ عبد الكريم. مساء الشيخ صالح. حياك الله، تفضل. عندي سؤالين طال عمرك. الأول، السؤال الأول، ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ طيب، يجاوب الشيخ. ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ لا مانع من ذلك، تقرأ القرآن من الجوال ومن المصحف وعن ظهر قلب، لا مانع من ذلك. نعم. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الظلم.